النهارده عندنا مباراتين في دوري ناين في الجوله 21، الاثنين خارج التوقعات تماما. الساعه 7 المباراتين هيتلعبوا، طلائع الجيش هيقابل المصري البورسعيدي، وبيراميدز هيقابل مودرن فيوتشر. المباراه الاولى اللي هتكون ما بين طلائع الجيش مع المصري مواجهه كبيره جدا بين اثنين مدربين عندهم فكر تدريبي كبير، كابتن علي ماهر مع المصري، كابتن عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش. وضعية الفريقين في جدول الترتيب بتقول اننا هنكون على موعد مع مباراة كبيرة جدا ان شاء الله. المصري طبعا في المركز الثاني مع 34 نقطة، لعب 19 مباراة، بيقدم واحد من افضل مواسمه. اخر مباراة فاز فيها على الداخلية 1-0. في المقابل طلائع الجيش معاه 28 نقطة، لعب 18 مباراة، في المركز الثامن. آخر مباراة اتعادل مع مودرن فيوتشر، وبرضه نفس الأمر، بيقدم واحد من أفضل مواسمه. كمان تأهل الفريق لنهائي كاس الرابطة مع كابتن عبد الحميد بسيوني، بيقدم طلائع الجيش موسم مميز جدا. المباراة الثانية مباراة قوية بين بيراميدز ومودرن فيوتشر، مواجهة قوية مع اثنين أيضا مدربين مميزين. نادي بيراميدز بيقدم مع كرونوسلاف نسخة جيدة جدا حتى الآن بعد التعاقد معاه، متصدر جدول الترتيب مع 38 نقطة، لعب 17 مباراة، آخر أربع مباريات فاز فيهم كلهم على الجونة، على المقاولين العرب، على البنك الأهلي، وأخيرا على إمبي. عنده فرصة كويسة جدا أنه يفجر مفاجأة الموسم ده ويقدر ان هو يكسب لقب دوري نايل. في المقابل نادي مودرن فيوتشر مع كابتن تامر مصطفى عنده فرصة انه يحسن من وضعيته الفترة دي. هو معاه 26 نقطة، لعب 18 مباراة، اخر مباراتين اتعادل مع طلائع الجيش وقبلها مع الداخلية. مباراتين مهمين ان شاء الله تستمتعوا بيهم على اون تايم سبورتس، وإن شاء الله نستمتع بأداء فني عالي للأربع فرق.